انا نحب رياس ما في سول في سوري معناتها في زاني 60 62 63 نموت عليهم. وانا يا رياس ما في الدم انا لو كان يقطعوني هنايا يصيبوا رياس ما ولينا نحبوا رياس ما. وشنو كاينه حاجه رياس ما كي تخسر ما في الدار ما غير ما تدورش كاع يما وما تدورش يما بصح نهار تربح يجيب باطاقاطو باب الواد يروح يدور كيما يدخلش بك يجيب قاطو يجيب الناس ما بيها نجوزو هذيك الليله مليحه يا خويا. الياس ما واش نقول لك ساكنه في الدم. نسمع الياس ما تفكر بابا الله يرحمه اولا تفكر شيخنا الهاشمي قروابي الله يرحمه اللي راهم هاد الوجوه ناير عليهم قدامي الله يبارك فيك. وهذا الشيء يعني شارف لي اللي راني معاهم هنا حاضر هذا شارف كبير مع عمي حميد برناوي مع ديدي كريمو مع عمي حميد بن كانون صافي بليزير يا خويا. تفكرت بالايام والليالي والزمان العيد وتفكرت رمضان في بلادي الحباب السهره ديال الفاميليا. وعلاش نحب هذا الكلوب هذا كلوب يربي وعاونوني كوراجوني حتى وليت تيتيلي رابارونتي. حسر عليا وين انا يا رتميت بعيد لم يرحمني يزورني ويجيب البشاره توحشت البهجه ما نطولش نعمل دارا. احنا ماشي نحبوا ليوسما احنا ليوسما فهمت ليوسما احنا هما باسكو عندنا هادي في الدم. باب جديد والكودية برباروس المشهور احبط من تما بالك لا تنسى سوسطارة. كي تربح نحب بصح جي لا سوي بلو كوم افون يعني وين لازم نروح للسطاد. في دار السلطان قرا تاريخ كيا مغرور سيدي عبد الرحمن يا الغالي مول زيارة باب عزون والساحة وباب الواد المحور احبط من تما بالك لا تنسى سوسطارة توحشت القصبة ما نطولش نعمل دارة ونولي وعلى شط البحر حتى قاع الصور تما في هادو كاع الشهداء اللي قراو في هذا المسجد تاع ليكول سارفي. نذكر أوريدا مرداد الله يرحمها شهيدة. هذا هو المسجد اللي قريت فيه صغر صغري. أنا قريت فوق دو سيزون سنين سبع سنين كي دخلت حتى الفان ديتيوت الكلاسة تاعي الأخرانية كيما فوق في السطح في لانكس تاع ليكوساروي اللي خرج بقوة تاعي. إن التقاء صديقين ولاعبين في نفس الفريق مناسبة تدعو للفرح والاحتفال. في دار السلطان قرا تاريخ كيا مغرور سيدي عبد الرحمن يا الغالي مول الزياره يا سيدي عزون والساحه وباب بس نمشي عليها انا تسلي هذه حلوه والله. علاش ما تلعبش معنا في اليوزما؟ ما تلعبش معايا انا العب معنا العب معنا العب معنا هذا 62 جاميكا العب معنا حمار العب معنا ضربي حمار كلمه زايد توصل القصر بير دو فامي كما يقولوا راني بولاد ولادي ولاد بناتي هاوليك هاو نزيد
جو بونس سي سي ميم با قعدت ولا هذه ثاني نزلت عندها 77 سنة. احنا القصبه كنا قاعد نروحوا لكل حومه، عارنا في سوسطارة، رانا في, 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 في كل جهه. لا بريمير ليسونس في ليسياما اللي ديال الكلوب ميزيلمان الجيروه تاع باب جديد الاج دو 15 عام. ومن بعد كحله وحمراء اللي يسمى في عمري 17 سنه سنيت في اللي يسمى اون 49. حميد برناوي زاد في 37 العام اللي زاد فيه اللي يسمى نزلت فيه 37 37 بريمير ليسونس تاعي في اللي يسمى 51 كادي حتى لنهاية العام 56 حبست الكرة القدم بور لي زيفيرمون لي تاعنا. ومن بعد جي ريبري 62 مع لويسما. حميد بن كانون وليد الحاج نحمان بن كانون اللي كان جبار في الجزائر، معروف في القصبة ومعروف في الجزائر عامة. ما بريمير ليسونس سنيت في لويسما كانت في عمري 13 عام، صدير عام بعد ما سنياب حميد برناوي، ولحقت في عمري 17 سنة لعبت اون سينيور في ليسما مع لي مصطفى وكن الله يرحمه ميكيري بوعلم ولا ذكر وارحم كامل هادو شهداء. بعد 62 عاودت وليت ليسما سنيت ليسونس، مي يضحك كريمو كريمو كان افونسات انا بلاصتي افونسات اي بوفي با جوي على بلاص دو كريمو كما يقول مزياني كريمو لو مالان. إلي تي مالان دون سون جو، إلي تي مالان مالان مالان، شوف حيلي حتى خلص. خويا كبير ما نجمش نزعف عليه. الحمد لله. Les anciens, je parle l'ancienne génération. Rien de l'ancienne génération. Ah, c'est bien quelque chose dans le domaine du sport. Ah oui, ah oui. Dans tous les domaines, très très bien. Je suis né dans une grande cité qu'on appelle communément la Casbah, qui abrite 80 000 âmes. C'est-à-dire 40 000 habitants au kilomètre carré. C'est là où je suis né et où j'ai grandi. Et c'est là aussi que j'ai appris à faire du football. On était jeunes, 8, 9 ans, quand on dirait le chiffon, نربطوا بحبيله وكذا منه وندبلوا في دوك الضريب جات يا رب العالمين وين ميم با ان كاري دو دو. كيب كونتر كيب كنا نطلعوا للستاد مانغاسون في كيما لا كازيرن دور ليون دوق يقولوا لها جنا القوبي ولينا نلعبوا تما في يمين وبالاخر نحبوا الفوتبول. كي خلقت ليسما ليسما قريبه ليا ثاني وخدموني وعمر عيشون وفلان 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 علي زايد هذا سنيت في ليسما بديت نلعب جينيور في ليسما اي الاج دو 17 ans جي جوا اون بروميير. وما نجموش نقعدوا مع بعض، يلزمنا كذلك نبدلوا نضارب ونتخبوا، نبدلوهم دائما وفي نفس الوقت نجدوا المواصلات نعاودوا الخوا اللي تحكموا
والخوالي استشهدوا وننظموا من دار وجديد القسمات. هيدا خدا هل أنا على كل حال يا اسماء داو شامبيون 63 أنا كتعداك وين زدت داك ما يشعف واش الشهر ماني شافي عمي حامد يشبع ما دي دي كريم هو في جوا شهر قبل ما نزيد أنا زدت في جوي مي يا اسماء كنت نشوفهم كيما برناوي وكريم ومزياني بالبكري والخيار هادو بعينين بابا الله يرحمه كان يحكي لي بزاف وكدا ودار عبالك واحد كيقول ليني في خاوته يداصر باباه بزاف وكدا ديك الصحبة لي هذا وليت نحب لي اسماء ونروح معاه للسطاد وكذا وبابا شوفا اكثر مني كان شوفا ماشي كان هو كان يخدم في الشرطه الله يرحمه كان يسكيبي ويروح للسطاد عباك بس سكيبي تكون في الشرطه وتسكيبي اي ماشي سهل هذاك الوقت مي احنا توجور نحبوا التاريخ نحبوا نحكوا على التاريخ نحبوا واش يحكوا لنا والدينا واش لا نوستالجي هذيك و... انا حبيت برك نقول واحد الحاجه برك اللي قالها خويا اخونا مراد صغير قال لك انا زدت في 63 العام اللي يسمى دات شامبيونا دابور قبل ما يزود كان مربوح علينا وثاني هذاك حميد برناوي قال زدت في 37 نهار زادت لي يسمى وهو زاد مواد جويي نهار زادت لي يسمى يسمى سي لو 5 جويي زادت 1937 ياسما كانوا كلاب قليل ماشي مكلاب اللي مليونير اللي ملياردير تصيبو يخدم دوكير ويجي يخلص لا كوتيزاسيون تاعو تاع ياسما ديريجون يخلص من مكتوبه انا حضرت لواحد السهرات في السيركل تاع ياسما في ريدبون الحاج محمد العنق الله يرحمه وفريد وجدي نينيس واحد الاخوه كانت وعمرهم داو دراهم على ليسما عمرهم هادوك دراهم كانوا يزيدوهم لي كاس باسكو ليسما كانوا فريق ما عندهمش لي زونسيان جوار بيناتنا كنا احنا غير الضحك ما كاش الحسد نضحكوا في الفيستير نضحكوا في الزنقه ونضحكوا لداخل التيران وكي نلعبوا ونربحوا نربحوا بالضحك باسكو يافي اون فالور اونيتي في الالي اونيتي اون بوانيدو كيما كل سبعتين كاع كيف كيف اونيتي خاوه كاع وفي التيران كل واحد يعرف خدمته فريمون اونيتي ان ايكيب تيب ما فيها ما خسها والو بعد اللعب بعد لي زونترينمون نجوزو الوقت بيناتنا اكثر من مع عائلتنا مام كي خلصوا لونترينمون ولا الاخر نروحوا نفطروا كيف كيف عند حسن بوسفور الله يذكره بالخير وكي نروحوا تسمى كل واحد عنده البروغرام تاعو كاين اللي رباعه تروح السينما كاين اللي رباعه تروح الحمام ابري الماتش كاين اللي رباعه تروح القهوه تقصر بيناتهم يا في بوكو ديليما اللي هدايا ما يقدرش تنحيه من ليكيب باش تلعب واحد اخر قليل غير ولا تبليسا وكلا باش رمبلاصو الى لا مي يا في توجور كيلكو شوز دو سوبيريور ا ان اوتر اي بوتيت اي سفالي خاطر لي بلاص تي ترو شير كيما يقولوا الكره كيما الخضر قيتون سي ان غرو مسيو في الفوتبال بالبكري لاباتور ساعه ونص هو يطرح زمور محراط لداخل التيران ولا قلت له حكم هذا والله ما يزيد لا الماس وكان يحير معاه تما اللاعبين تاعنا هذاك الوقت كيما رشيد افتوش ابراهيم طالبي رشيد جمعه كان دباحش صغير كان بتاع وكانوا بزاف اللي جو معنا اللي ماشي مذكورين حامد مداني كنا قاعدين هنا ما تكرناش يعني مزمز ماشي مزيادين مزمز مزمز الله يذكره بالخير والله يشافيه يا خو تلابي مزمز من الجول لجول كي بدي يحكي ما ولا عارف من الجول لجول من الجول زهانه زهانه مزمز زهانه بزاف انا لو كان ما يكونش مزيان في الصطاد ما نروحش ان شاء الله نطلبوا للشفاء وما دابينا كون هو كان حاضر معنا هنا في هذه الحلقه هذه دوماج لا غالبا ومريض مزيان عنده وحده ما كانش فين نحيها له حنا كاع ندخلوا هكذا كي نجيو داخلين للتيران هو يقعد في الفيستير يدخل الاخراني وعلاش يبقوا عليه؟ خونا الله يا ربي ان شاء الله يبارك هذا واش نطلبوا له رانا كاع خاوه Thank you.
بنتي فور كنت نعيط من الوحش قصير قدي وجايبها شغل كذا اللي يضل حاصن كي يحكم لك لالين هذيك الهم نعيط له الوحش سي تان طريق رونجوار طريق خوه ما خرج بحاله ما يلعب خوه ثاني مي ماشي كي بعابه يا عبد العزيز كان يلعب مليح احسن كانوا ما يدوا وحش براسه الشغل اللي سمعت كان تلعب البالون هذاك الوقت تاع النبا كان ماك عندك من جهه كوهرو كان كوهرو لاسمو ميديوني قسم بالعباس هادو كان كانوا يلعبوا البالون خو فريمون سيتي دي زيكيب اردوتي اسم هذا الجي تاع 63 كان تلعب مليح وش عايز يلعبوا معنا حنايا فهمتي ما فوتبول حر بلا حر اللي كانوا مليح وقويين في اللعب لعبوا معنا دمي فينال في الجزائر اللي كانوا قويين كان مزياني كان هذيك الوقت عبد العزيز بن تيفور كان بالبكري فهمتي هذوما وكان حارس عندهم حارس انا مليح العقبي هذاك كان مليح ثاني نسيت جوار ما قلتوش او كريمو كان يلعب معاهم افون سنتر كريمو اللي جا من تونس لو روا دي بينالتي ولو روا دي كورنر يا خوتي النبي لا اله الا الله محمد رسول الله كي يكون بينالتي كاع يبعدوا من الياسبا يجي ديريكت هو يحط البالون في بينالتي ويتيري يا خويا كريمو لا اله الا الله محمد رسول الله وشنو هذا يا عجبة عاصمة فرحة اليوم في تشرب الكورة احفظ على باب جديد راح تتعلم في الصحارة أطلق على فريق اتحاد العاصمة لقب فريق تقني لأنه كان يميل إلى اللعب الجميل لا فرصة سيتي دابور دو بون جوار دو بون جوار avec un tout petit entraîneur يعني qui leur montre يعني qui les met en condition physique quand tu mets un joueur en bonne condition physique il peut réussir n'importe quel mouvement de dribble ou de shoot ou la autre c'est ce qui est arrivé à l'USMA يعني c'était pas un miracle mais on dit que la tactique معناتها 4-2 هذيك دخلوا يعني كره يكونوا فحوله يكونوا رجال وكذا كل واحد يعرف الرول تاعو alors le début de championnat Il y avait un critérium qui a été créé parce qu'il fallait repartir à zéro. Alors, critérium de six groupes. On est le premier du groupe. Il y avait la GSK, il y avait le Mouloudia. Donc, on est le premier du groupe. Il fallait éditer un champion d'Algérie. À ce moment-là, on a joué avec le Mouloudia. On a joué en 20 août. On a joué à Omdoa. À ce moment-là, on a joué avec le Crimo. On a joué avec le Marqué de Bit. On a joué avec le Bobo. Et la semaine d'après, زدنا باسكو يفالي شامبيون دالجيري يافي اون ايكيب دوران دو كونستانتين كونستانتين سيتي على النبا وحنايا يافي دو كلوب مولوديا لعبت البريمي ماتش مع ميديوني ربحو 4-0 النصف النهائي الاول الذي جمع بين مولودية الجزائر ومديوني وهران كان غير متكافئ أفشل بوبكر كل محاولات الثلاثي المتكون من تالي بوخيزب وسايح بينما المهاجمون المحنكون دحمون حاحاد وليكان عبثوا بدفاع الوطنيين لقد سجل وليكان 3 أهداف وكان أحسن لاعب على الميدان صيتي مش تريدير واعر بزاف كنا خاسرين 2-0 وربحنا الماتش من بعد برومي بيت شوتيت كورنير صراح ماركاه بدماغ ولينا 2-1 كلكو مينيت دلافا برناوي ماركا بدماغ كانا وسينا 2-2 فوالا هاو كيفاش وربحنا من بعد بار لي كورنير 7 أسيست المقابلة الثانية والمنتظرة جرت بين الاتحاد الرياضي الإسلامي الجزائري والاتحاد الرياضي الإسلامي العنابي
ويتمثل فريق اليو اس ما بلباس ابيض. وبصراحه تامه تفوق منذ البدايه للفريق العنابي، وكان فجأة للمتفرجين ولو ان صار الفريق الجزائري وسجل طاجات الهدف الاول في الشوط الاول، اما في الشوط الثاني سجل فريق عنابه هدف اخر. اما صالح وبرناوي فسجلوا كل واحد منهم فيما يخص هدف للفريق الجزائري، وتمت المقابله بالتعادل هدفين مقابل هدفين، ولكن فاز فريق اليو اس ما باغلبيه الضربات الركنيه 6-7. وشاء القدر أن يجمع النهائي الأخوين العدوين المولودية والاتحاد. مع المولودية الماتش هذاك واعر بزاف، هاك تعرف كيف صاير، يعني توجور هذاك المولودية يسمى ديما يا كلكو شوز كي سباس. تالمون كل ماتش اللي تي ديفيسي اون بروميير ميطون وسينا 0-0 في لو ريبريز تاع دوزيام ميطون. برومي بيت ماركا عبد العزيز الله يرحمه، عبد العزيز بن تيفور بيان سي كدا. ودوزيام بيت ماركاه كريمو، وتروزيام بيت انا ماركيتو. في المولودية كانت عندها لي ماشي كيما اللاعبين كيما تاعنا، عندها لي كثرتها اللاعبين اقدم كيما حبسوا الترا وعاودوا كذا، عمر حم حاحد دحمون سنان سيد علي شايب، كان عندهم بوبكر تاعنا، كان ولي كان معاهم زابين بان كيب، كانوا تشوفروني احنا هما كانوا شي شويه كبار علينا، بصح احنا كنا لاباس، احنا كنا ما كناش كنا مازلنا في الصغر، كنا في 25 26 سنه، هما كانوا ما كانوا زوج ولا ثلاثه شويه كبار، وتروما كاع كيف كيف. هذاك الماتش هذاك ربحناه درع، بصح بريمير ميطنا 0-0. هما دخلوا بنيف زعما نواسوا حاجه مع هادسي، شدونا شدونا ان ميطون في لا دوزيام ميطون. بنتي فور الله يرحمه عبد العزيز ماركا لنا بيت، ودوزيام بيت ماركاه اخونا الكبير كريمو، كان هو لافار هذاك الوقت قبل ما يحبس انا ناخذ بلاصتو. وتروازيام بيت راك تعرف بيبي تاعنا كيما نقولوا له حنا، يسقيلو بنتي فور كان يسقيلو بيبي جوار بريزيليان. سيتي لابوتيو سيتي سور ان سور تاع جمعه، عطيتها بدماغ هذاك الوقت مازال ما تعلمت ماركي بيدي. على كل حال كاين زوج اللي ماركوا بيديهم، كاين عمي حامد وكاين مارادونا ابري، هذا شارف كبير ليه مارادونا. ايوه هاي كيفاش غلبناهم 3-0 ودينا الشامبيون الجيري. خويا كانوا بي ماركي اكثر من 67 بيوت سي ماشي في ماشي قال هكذا قول 80 و لاطاك تاعنا ستادي تاع لي سما تاع 62 63 ما كاش انا تاكو اللي ما ماركيش تحت دي بيت تو الموند ماركي. وهدايا عجبة عاصمة فرحة اليوم يدي تشغل بالكورة، احبط على باب جديد راح تتعلم في صفارة. جابوا لي كاسيت وريجستري تاع الماتش، وهداوها لي، جاو كاع لي جوار سلموا عليا وعطاوها لي. سي اون ريكونيسونس يعني كثر من اتيستاسيون كومينال هذه، ولا كيش نقول فرحة كبيرة. و سيتي ان سبيكتاكل ماتش، بنا ما قص فيه والو، سورتو ربحنا المولودية جيراننا، جيراننا احبابنا اصحابنا خاوتنا. شوف غير نقول لك خويا برك ونربحك، معليش خليني نربحك برك. سيتي جوست في لانديبوندونس، مي لا في ان كو شي با حلو. وشنو هدايا عجبة عاصمة فرحة اليوم يدي تشرب الكورة، احبط على باب جديد راح تتعلم في صحارة. لي اسماء لي اسماء ولاد عاصمة، لي اسماء ياك يسمى ياك نحبك من قلبي، ويحبك شيخنا الهاشمي قروابي، كان يحبك بابا رحمه يا ربي، يحبك الزاهي ولاد رمضالي. اجي معايا روح معايا نديك معايا تشاهد لعب الزين، جبال العاصمة في البلوغين. لي اسمى لي اسمى لي اسمى ولاد العاصمة، لي
ليسمح 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 ولاد العاصمه.